نظم المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط ندوة حول السياسة الاقتصادية الجديدة بالبلدان العربية يوم 3 يونيو الماضي، فاغتنمنا فرصة تواجد السيد وديع مزيد مدير البنك الإسلامي زيتونة بتونس، فحدثنا عن البنوك الإسلامية والفرق بينها وبين البنوك التقليدية. سأجيب عن الفرق ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. الفرق الأساسي هو أن البنك الإسلامي في معاملاته يستجيب ويتقيد بالقيود التشريعية ويتقيد أيضا بضوابط شرعية، إذن فهو بنك يستجيب لنفس الحاجيات والبنوك التقليدية ولكن بطريقة التي هي مطابقة للشريعة الإسلامية. هذا هو الاختلاف الرئيسي، ولكن في الأخير نحن نستجيب من نفس الحاجيات لكن بطرق مختلفة وبطرق مطابقة للشريعة الإسلامية. البنوك الإسلامية تستطيع أن تلعب دور كبير في التمويل وهذا في تمويل النمو وفي تمويل التنمية، ومثلا هناك بعض الآليات التي تسمح لباعثي المشاريع أن يمولوا مشاريعهم بدون أن يكون هناك نسبة تمويل ذاتي كبيرة أو بدون تمويل ذاتي بتاتا. وهناك أيضا آلية الصكوك التي تمكن الدول الإسلامية أيضا الدول الغربية من الاستفادة من مبالغ كبيرة هي موجودة لدى الحرفاء المسلمين الذين توفر لديهم مبالغ كبيرة والذين يريدون استثمارها في مشاريع مربحة ولكن حسب الطريقة الإسلامية. إذن فحتى العالم الغربي حتى البلدان الأوروبية في ظل هذه الأزمة تستطيع أن تستفيد جدا من السيولة الموجودة في العالم العربي الإسلامي عن طريق إصدار سكوك. وأريد فقط أن أذكر بأن مثلا ألمانيا مولت جسرا سنة 2001 عن طريق السكوك. بالنسبة للدين الإسلامي الاقتصاد والمالية هي ركن أساسي يعني من أركان الحياة، لذا فالإسلام نظمها منذ القرن السادس يعني مع ظهور الإسلام. فهذه الضوابط الشرعية التي هي مبادئ المالية الإسلامية لو نظرنا إليها لوجدنا أنها ضوابط إنسانية وضوابط أخلاقية التي لا تهم فقط الديانة الإسلامية. يعني عندما نتحدث عن تحريم الربا أو منع الربا في المعاملات، هذا المنع موجود في الإسلام وأيضا موجود في النصرانية وأيضا موجود في الديانة اليهودية. إذن فهو ليس فقط في الديانة الإسلامية. لو تحدثنا عن منع الغرر والمخاطرة، هذا جانب أخلاقي الذي يمنعنا من أن ندخل في معاملة يكون أحد الطرفين على جهل بما في هذه المعاملة من ثمن أو من انعكاسات إلى آخره. عندما نتحدث عن منع بيع ما لا نملك هو ضبط أخلاقي أيضا. إذن فأظن أن المالية الإسلامية هي بالأساس مالية أخلاقية أو اقتصاد أخلاقي الذي يسخر قيم أخلاقية كونية.